مشاهدينا، الطرد صار جاهز، عملنا منه مالح وعملنا حلو، عملت بالبشاميل مع الفاصوليا الحمراء. بعد ما خبزنا العجينة حطينا البشاميل بقلبه مع فاصوليا ورجعنا دخلناه على الفريزر مدة ربع ساعة لتكمش شوي على بعضها، وقصيتها بهالشكل بتتقدم. رح نبلش نعمل الرز أول شي لأنه بده شوية وقت. نحط زيت، فيكم تستخدموا زيت أو زبدة. رح نعمل رز مع جوز الهند، نغير شوي عن الكاري والبهارات العادية. يحمى الزيت بصلة ناعمة أول شي. فينا نستخدم عصير جوز الهند وفينا نستخدم البرشة العادي، برشة بيطلع أطيب. رح نستخدم مع الرز، رح نحط ريدس، رح نحط مانجا، كيوي، جوز والذرة. هيدا البصل. دايما بننصح البصل ما بدنا نفرمه أكثر من مرة بالسكين، معودين بالبيت نفرمه أكثر من مرة ما بيسوى كتير، بتروح قيمة البصلة. ونقعنا الرز الحبة الطويلة. دايما بنذكركم كل كوب رز بده 2 كوب مي مغلية. إذا كان أخذ فترة طويلة من النقع بنرجع بنخفف كمية المي. ودايما بعد ما نقلي البصل أو إذا عم نعمل رز مع لحمة، بعد ما نقلي وياخذ اللون اللي بدنا إياه بنرجع بنضيف عليه الرز. أهم شي بالبصل إذا عم نحط بصل بالطبخ أبدا ما تاخذ لون أحمر لأنه بتضلها مبينة بتفرق عن الرز. هيدا صار بس عملية تتبيل بسيطة. رح نضيف الرز. نقلب شوي. عندي برش جوز هند او قلنا العصير. بدنا نحط ملح. بهار ابيض. ونقلبها شوي. نرجع بنضيف عليها مرقة مغلية. دائما البهارات بكل انواع الرز اللي عم نطبخه بنحط البهارات قبل المي، بنحط البهار وبنحرك لياخذ الرز كله طعمة وحدة. نرجع بنضيف عليه المرقة وبنغطي. رح نضيف مرقة. هيدي مي سخنة. بدو الرز 20 دقيقة بكون صار جاهز. ما بنحرك غير مرة واحدة بنغطي. حطينا المرقة رح نغطي ونتركه لا يعمل يبلش تنشف المي ويعمل ثقوب، بكون صار جاهز. بهالوقت رح نجيب نعمل مانجا. القريدس بده سلق. رح نحضر الكيوي والمانجا. القريدس سلقته بمي مغلية، حطيناه مي على النار. بعد ما غليت حطينا مع المواد المعطرة اللي هي بصل، جزر، كرات، كرفس، وورقة غار، حطينا نقطة خل صغيرة معها. رجعنا حطينا القريدس بقلبها مدة 10 دقايق. وبعد ما دغري ما استوى رجعنا شلناه من المي، نحطه بمي مع تلج او مي باردة ليرجع ياخد حجمه الطبيعي ويشد. برجع بذكركم على طول دايما بس نشتري قريدس اذا كان لونه بهذا الشكل بنلاقيه بالمحلات موجود، بيكون نازل بمي سخنة نص سلقة عاملينه ومحتفظين فيه.
يا ريت بكون لونه على أسود مش على زهر إذا كان بعده مش معرض لحرارة. فينا إذا حدا بحب ما بده يحط قريدس مسلوق بحطه مشوي، بقشر القريدس بشيل خيط الرمل و بحطه على الجريل مع زيت ملح اوريجانو وبهار ابيض، بيعطي نكهة كتير طيبة كمان بالشوي، وبنرجع نستخدمه مع الارز. نحضر كل اغراضنا، بيكون طلع الرز نرجع بنسكب. هلا ما عملنا صوص معه اليوم، ممكن نعمل صلصة طماطم فريش اللي هي معودين صرنا عليها، تتقدم مع كل أصناف اللحمة والدجاج، هي بصل ثوم وبندورة مقشرة مفروعة على الناعم، مانجا تكون مستوية كمان شوي بتتقطع معنا، إذا عم نستخدم أفوكا دائما بنذكر بالمعلومات، أهم شيء بعد ما نقطعها نفركها بعصير الحامض مثل الموز أو التفاح أو الفطر فريش، كمان بدنا نفركه بعصير الحامض لما يسود إذا بقي تعرض للهواء. هيدي المانجا ورح نقطعها بهالشكل دوائر، ما تكون مستوية كتير، تكون كلها حجم واحد. مانجا كمان بهالشكل شرحات، بهالوقت رح نطلع الرز، إذا بلش يغلي نوطي عليه، بلش يغلي الرز شفنا جوز الهند على الوجه كيف عامل هيدا اللون من جوز الهند، رح نغطي ما حركته، رح اتركه لا يعمل تنشف ميته يعمل ثقوب على الوجه، بكون صار الارز جاهز للسكب. الذرة رح نقصه كمان، نجهز كل اغراضنا. اذا ما عندنا ذرة البيبي كورن فينا نستخدم ذرة العلب العادي. دايما بذكركم اي صنف احد افراد العيلة او ضيوفنا ما بيفضله فينا نستغني عنه ونستبدله بصنف تاني ما في مشكل، يعني اللي ما بيحب المانجا في يستخدم اي صنف فواكه تاني بيشبهها بديل عنها. هيدي هذا الذرة صار جاهز، والقريدس القريدس دائما اهم شيء بدنا نتذكر خيط الرمل اللي بظهره، بدي ارجع اذكركم اللي انضموا لنا هلا يسجلوا الوصفه، عم نعمل الرز مع جوز الهند مع القريدس والفواكه، الرز شوي غريب جديد دخلنا عليه جوز الهند ودخلنا الفواكه، دخلنا المانجا دخلنا الكيوي، والاساسي فيها هو القريدس. معودين دائما احنا نعمل بايلا او نعمل سمك صياديه، شوي غيرنا اليوم. برجع بذكر اهم شيء بس نعمل القريدس نشيل خيط الرمل اللي بظهره، اذا كان مشوي او مقلي او مسلوق دائما لازم ننظف خيط الرمل. ليكون طلع الرز رح بلش حضر اغراض السلطه، بنرجع بعدين بكون استوى الرز عندي فيني بلش فيها.
غراض الرز صارت جاهزة، عملنا المانجا، الكيوي، الذرة، عندي الجوز، الأريدس، والرز على النار رح وطي عليه لتنشف ميته. دايما الستات عندهم مشكل بالرز، ايام كتير بيطلع معهم اللي انضموا لنا في مساجد الوصي عم تمروا على الهواء، بيكون عنده مشكلة انه بيحطوا رز كمية المي قليلة، فبيرجعوا بعد ما يفتحوا على الرز بيدوقوا الحبة بتطلع بعد بدها استواء، بيرجعوا بضيفوا عليها مي. هيدا شيء غلط. دايما بذكركم بنحط ورقة نايلو، نفتح الغطاء بنحط ورقة نايلو وبنحط بنسكرها بنغطى مزبوط، بنطفي النار بنتركها على البخار اللي هي عم تغلي عليه مدة 10 دقايق، اكتر شيء بدها 10 دقايق، بترجع بتستوي على بخارها ما بدها ابدا مي. اذا حطينا مي بيخبص الارز ما بيزبط معنا، فدايما ما تستخدموا، ما تخافوا انه والله عم نستخدم مي او ترجع طلعت بعد بده المشكلة. اذا طلع الرز مي زيادة فدايما المي الزيادة بيخبص معنا، اذا كان مي قليل اريح بانه يطلع مي زيادة، بيتعالج اذا كان مي قليل بهالطريقة على البخار. انتو جربوا تحطوا رز على البخار بدون مي، بعشر دقايق بتلاقوا الحبة صارت تقريبا راح تستوي. بدي احضر شوي الخضرة نكسب وقت لنعمل السلطة، بنرجع بنسكب الرز بس يطلع وبنكفي سلطة اللي عم نعملها. بدنا خيار، فينا نفرمه مكعبات كبيرة وفينا نعمله ناعم بهالشكل. الرز قلنا بده وقت 20 دقيقة ماكسيموم ليستوي، اهم شيء نحضر له اغراضه قبل بوقت، يعني نسلق الاريدس، نعمل المانجا، نعمل الفواكه ويكون كل شيء عندنا جاهز. هيدا الخيار خلص، بدنا ملفوف، شقفة ملفوف احمر عم نفرمه كله ناعم. هيدا صار جاهز. ندخلها بندورة صغيرة الكرزية، ما حنفرمها، حنحطها 4 بس بهالشكل، بنقصها. فينا نترك حبة إذا كتير صغيرة، نتركها حبة كاملة فيها ما في مشكل. فإذا حطينا خيار، بندورة، ملفوف، زعتر أخضر، نفرمه ناعم. رح نشوف الرز اذا نشفت ميته. هيدا الرز رح نقلبه قلبة صغيرة، رح نطلع بريك كتير قصير وبنرجع بكفي انا وياكم تحضير السلطة وتحضير الرز مع الجوز هند والأريدس.